تمنح الكنيسة الكاثوليكية المناولة الأولى لأبنائها بعد بلوغهم سن الثامنة، وقبلها يتحضر الأطفال لقبول القربان الأقدس من خلال دروس دينية. ففي رعية الملاك ميخائيل للروم الكاثوليك في منطقة ماركا في العاصمة عمان، تقدم 11 طفلاً للمناولة الأولى التي منحهم إياها سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن. إلى التفاصيل. احتفلت رعية الملاك ميخائيل للروم الملكين الكاثوليك في منطقة ماركا في العاصمة عمان بالزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والاحتفال بالقداس الإلهي بأول مناولة لأبناء الرعية، حيث ترأس سيادته خدمة الذبيحة الإلهية بمعاونة كاهن الرعية الأب عماد بواب، وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة، وبمشاركة جوقة وكشافة الكنيسة، وحضور جمع من المؤمنين وذوي الأطفال المتناولين. يا رب ملجأ كنت لنا جيلا فجيلا، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني خطئت إلي. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي الذي سوف أعطيه. وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم سيادته العظة التي تحدث فيها عن سر المناولة المقدسة، داعياً الأهل أن يشجعوا أبنائهم دائماً إلى حضور القداديس الإلهية ويتناولوا الأفخارستية وأن يكونوا القدوة لهم. السبب الاحتفال اليوم بنسميه المناولة الاحتفالية مش المناولة الأولى، لأن الولد بيكون دجا تناول، يكون قبل السيد المسيح أولا من خلال المعمودية، لبس السيد المسيح أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم، وأخذ الروح القدس من خلال سر الميرون، أصبح هذا المسيح المعمد هيكلا للروح القدس بواسطة سر الميرون. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماتون لديك الشيروبيم والسرافيم. وبعد رفع الذبيحة الإلهية والطلبات التي تلاها الأطفال عن نية الكنيسة ومؤمنيها وذويهم، تقدم الأطفال لنيل هذا السر العظيم وتناولوا الجسد والدم الثمين الذي من خلاله نلنا خلاصنا وغفران الخطايا. مبارك الآتي بسم الرب. بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته. وبعد منح البركة الختامية للمؤمنين، قدم الأب عماد كلمة باسمه وباسم المجلس الرعوي وكافة فعاليات الكنيسة، رحب من خلالها بسيادة المطران وبجميع الحاضرين، داعيا له أن يمده الله بالمعونة والبركة في خدمته الميمونة، مقدما له مع الشبيبة هدية تذكارية كعربون شكر وامتنان.